لسه كنا بنتكلم على درجات الحرارة وتأثيرها، وإزاي إن أشعة الشمس والحرارة بشكل عام ممكن إنها تأثر علينا، ومن ضمن الأمور اللي نقدر نتجنب بيها المشاكل والسلبيات هي بالتأكيد شرب السوائل. علشان كده في الصيف إحنا بنحتاج نشرب سوائل كتير نعوض بيها المفقود في جسمنا من أملاح وغيرها من الأمور. علشان كده هنعرف ونعرض مع حضراتكم فوائد عصير البرتقال بالجزر على الجسم في معلومة تهمك، ونرجع لكم مرة تانية.